بعد مرور نحو شهرين على اختفاء الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، استجوبت السلطات الماليزية 11 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة للاشتباه بتورطهم بالحادث، وجميعهم أعضاء في جماعة إرهابية جديدة تخطط لارتكاب اعتداءات في دول إسلامية بحسب ما كشفت صحيفة ميرور البريطانية. وفي خلال التحقيقات اعترف بعض المشتبه بهم أنهم كانوا يخططون لحملات إرهابية مستمرة في ماليزيا، لكنهم نفوا تورطهم في اختفاء الطائرة بحسب الميرور. والمشتبه بهم كان تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في كوالالمبور وفي منطقة كيدا، ومنذ اعتقالهم توجه كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجهاز الاستخبارات البريطاني إضافة إلى جهات أمنية دولية أخرى بطلب إلى السلطات الماليزية للسماح لهم باستجواب هؤلاء المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و55 عاما، ومن بينهم أرملة وطلاب ورجال أعمال. الصحيفة نقلت عن ضابط في شعبة مكافحة الإرهاب الماليزي أن اعتقال المشتبه بهم أخيرا كان زاد الشكوك في أن اختفاء الرحلة قد يكون عملا من أعمال الإرهاب، ليرتفع معه احتمال تحويل مسار الطائرة من قبل متشددين.